كمان لبنان اولا بحاجه, هو بلد مفلس وما عنده ولا مدخول من ولا شيء, ما في غير المغتربين يلي عم بيودوا شويه مصاري او عم بيجوا يصيفوا بلبنان عم بيفوتوا مصاري اف دي اي او 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 استثمارات خارجيه. ما في هون ثلاث مصادر يعني, نعم. عندك يا اما سياحه يا اما استثمارات خارجيه يا اما دونيشنز او ما بعرف شو نسميه هبات, وهول ثلاثه مقطوعين اليوم. بالتالي نحن بحاجه ليكون عندنا مصدر دخل كثير كبير وواعد جدا اللي طب بما اللي انك موجود عم تحكي عن الهبات اليوم عندنا هبه ايرانيه, ليه ما بتستفيدوا منها وبتضووا بيوت هاللبنانيين اللي غارق بالعتمه؟ وليه تضويه بيوت اللبنانيه بتنعمل بحل مستدام للكهرباء؟ حاجه نرقع وكل مره نجيب, شفنا بالمازوت شو صار اخر شيء, صار عم ينبيع بالسوق السوداء المازوت اللي اجى من ايران بالسيترنيت, صار عم ينبيع بالسوق السوداء بالسوق. بالتالي ما في شيء اسمه هبه ببلاش. وانا اكيد تجاوبك بالمباشر, اكيد ما بقدر اخذ انا هبه من دولة معزولة دوليا وعليها عقوبات, مش ناقصنا عزلة ومش ناقصنا عقوبات ومش ناقصنا المزيد من إذا بدك الحصار علينا. بالعكس نحن بدنا نروح لحلول مستدامة, نروح نصلح هيدي الكهرباء اللي مستلمها فريق واحد صار له 12 سنة مكلفتنا 44 مليار دولار. بقى بدل ما نكون بمجلس نواب ولا أنا بصير أقول طب ما كيف يعني, بنكون مجلس نواب تنقطع الكهرباء خمس مرات نحن وبالمجلس, وبقلب المجلس في ثلاث نواب كانوا وزراء طاقة. يعني مش معقول نكمل نحن بالترقيع وبانه هي تنجيب هبة من العراق وهي تنجيب هبة من هبات. شو ما فينا نعمل مثل ما في غير لبنان عنده مشكلة كهرباء صار 30 سنة خلصت الحرب, كنا نتحجج بالحرب قبل, هلا شو هلا في امر واقع اسمه اصحاب الموتورات, كل الناس اليوم عم تروح على مركزية الطاقة وتركب طاقة شمسية, وبكرة بده يركبوا توربينات هواء, وبعد بكرة بيشتغلوا على إنه ما عدم وجود الدولة في حدا بده يعبيها. وهذا هو الأمر الواقع اللي عم نحكي عنه. من يومين أنا كتبت شغلة عم بقول هالأزمة عم تفرض حلول رح تودينا للامركزية, إذا بدك رح نروح صوب اللامركزية كأمر واقع بكل شيء على جميع الأصعدة. ولك حتى الأمن مش قادر بقى يلقط الأمن, قاعدين عم بيشددوا على موضوع البلديات. مش هيك دور البلد كتير مهم والمجالس المحلية المنتخبة مهمين؟ بالتالي البلد كل هالتفكك وكل هالكارثة اللي عم نقطع فيها ممكن يولد منا بلد جديد بإدارة يكون نحن متعلمين من كل تجاربنا اللي قطعنا فيه. ومش هيك اليوم بدك رجال دولة مش رجال سياسي بفكر بس بالانتخابات والمصالح الانتخابية.